فالأخ علي يقول: أنا معلم ويسألني الطلاب متى يبدأ يكتب الملكان للإنسان، ومتى هو سن البلوغ للأولاد والبنات؟ الكتابة التي تجري فيها المحاسبة، نعم، ظواهر نصوص القرآن أنها عامة لكل إنسان، كما قال الله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. والآيات عامة لم تحدد في ذلك سنا، إحصاء ما يكون من الناس. فالذي يظهر أن الكتابة تكون لكل أحد ولكل كائن من الإنسان، كل ما يصدر عن الإنسان فهو مكتوب صغيرا كان أو كبيرا، لكن المؤاخذة إنما تكون بعد البلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. ورفع القلم هنا المقصود به رفع المؤاخذة، وليس فيما يظهر من ظواهر القرآن وعموماته ليس المقصود أنه لا يكتب ما يكون منه، إنما المقصود ما لا يؤاخذ فيه الإنسان. رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. وهذا الحديث حديث صحيح جاء من طرق، وقد أجمع العلماء على معناه وعلى مضمونه، وأنه لا يؤاخذ الإنسان في هذه الأحوال الثلاثة، فهذا محل اتفاق وإجماع لا خلاف بين العلماء فيه. لكن ينبغي أن يفرق بين عدم المؤاخذة والكتابة. الكتابة فيما يظهر من نصوص الكتاب أنها عامة لكل أحد، إن كل نفس لما عليها حافظ، إن بمعنى ما كل نفس، ونفس هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، وكذلك قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بعد أن ذكر حال الإنسان وعلم الله تعالى بما توسوس به نفسه، كل هذه النصوص تدل على العموم. نعم. فالذي يظهر أن الكتابة تكون لكل إنسان صغيرا كان أو كبيرا، لكن الذي يختص من دون البلوغ هو أنهم لا يؤاخذون فيما كتب عليهم، مثل النائم، النائم يكتب ما يكون منه لكنه لا يؤاخذ بذلك، ولا تجري عليه قوانين وقواعد الجزاء والعقاب، والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخ، جزاكم خير.